اهلا بكم. تسعد القلوب لقياكم وترقص طربا لرؤياكم، ونرحب بكم قائلين مرحبا مرحبا يا من حضر حفلنا. لبيتم دعوتنا وشرفتم حفلنا وتجاوبتم معنا، فألف شكر لكم من الأعماق، ونقول لكم مرة أخرى نعم أهلا وسهلا بكم أيها الحضور لتشاهدوا جهود نخبة من أبنائكم وهم يعزفوا على أوتار الإبداع لحن التفوق والنبوغ. فأهلا بكم في حفلتنا هذا الذي تطوي به عام من البذل والعطاء نتمناه محسوبا لنا، ونسأل الله أن لا يكون محسوبا علينا. اجتهدنا به، غرسنا به شتلات الغد، ونحلم أن نرى براعمنا تعانق السماء. حرصنا خلاله على أن نسلحهم بالأدب والعلم، ونأخذ بأيديهم لغرس العادات الصحيحة، ونعودهم على حب الغير واحترام الآخرين. وهنا لا ننسب النجاح إلى شخص أو فرد، بل إلى الأسرة، ولها كل احترام وتقدير على تعاونها المطلق معنا كمدرسة. ومدرستنا من إداريين كانوا قدوة حسنة ومثال للإخلاص والتفاني والإقبال للعمل، وكوكبة كبيرة وعظيمة من المعلمين أنعم الله بهم على هذه المدرسة، يميزهم الترابط والتلاحم وروح الفريق. فنأمل من الله أن تفوزوا فقرات حفلنا رضاكم. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا مقبولا لوجه الله، وأن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة، ووفق الله الجميع لما فيه الخير لهذا الوطن.